فعلا. خلينا نرجع شوي للي قلته قيس سعيد، قدم يعني وقسم الزمن إلى 4 مراحل وقدم العهدة الجديدة وكأنها عهدة لاستكمال الثورة، خاصة وقت اللي حكي على الفترة اللي من 17 ديسمبر إلى حدود 25 جويلية، قال أنه فما إبقاء على كامل المنظومة بتغييرات شكلية، وحكي على محاولات لإجهاض الثورة، ويطرح اليوم نفسه في هذه العهدة الجديدة وكأنه يريد استكمال مسار الثورة، وكأنه يعني يفسر ويبرر اليوم كل المنجزات التي اتخذها منذ 25 جويلية. قيس سعيد لاحظنا أنه في جزء كبير من خطابه حاول يبرر عليه خذا كل الإجراءات منذ 25 جويلية، وقال أنه تلك الفترة هي بمحاولة ومحاولة هدم كل ما تم بناؤه بعد 17 ديسمبر، وذاك علاش اليوم مش نبدأه في مرحلة جديدة أسماها بالبناء والتشييد. لكن لاحظنا كيف ما قلنا في خطابه حكى على رفع التحديات والاستجابة لمطالب الشعب. رفع التحديات لهنا لاحظت أنه ركز فيها على الجانب السياسي كثيرا، لأنه تقريبا خطاب قيس سعيد مازال يحمل نفس المفردات ونفس المعجم، اللي هو الحديث عن حرب تحرير، الحديث عن خيانات، الحديث عن فساد، الحديث عن تآمر على أمن الدولة مع الجهات الخارجية. هذا يعتبرها تحديات سياسية لابد من مواصلة الحرب فيها، وهذا في أول خطاب رسمي يؤكد أنه ربما ثم زوز رؤى أو زوز مواقف داخل المشروع السياسي لقيس سعيد، لأنه لاحظنا أحد أهم المرافقين لقيس سعيد في خطابه منذ فترة تحدث عن التهدئة السياسية اليوم لم نجدها في هذا الخطاب، بل لاحظنا أن هناك مواصلة للتصعيد الخطاب ومواصلة ربما لاعتبار الخصوم السياسيين هم جزء من المعطلين لمقومات الاقتصاد والمعطلين للاستقرار الاجتماعي. على هذا استشفيت من هذا الخطاب أنه لا وجود لنوايا أو مؤشرات لتهدئة سياسية، لكن ربما بعض المؤشرات ظهرت أنه في حديث على قبول قاعدة التهدئة السياسية على قاعدة 25 جويلية. من يريد التفاعل خاصة ربما من رجال الأعمال الذين تحدث عنهم في الصلح الجزائري، من يقبل مسارات 25 جويلية فهو مرحب به في التهدئة السياسية. هذا ربما ما استشفيناه. في خصوص الاستجابة لمطالب الشعب، هم محاولة للتركيز عن الشأن الاقتصادي، وكأنه قيس سعيد شعر واستشف بأن هناك ملل اجتماعي وشعبي كبير من أدائه الاقتصادي خلال الفترة الماضية. هذا علاش هو حاول يبرر للمجتمع التونسي راو تأخرت، هو اعتبره تأني مش تأخر، هذا علاش تأخرت ربما في تحقيق منجزات اقتصادية رفضا لسيل الدم كيف ما قال هو طيلة الفترة الماضية. حاول يعطي رأيه أو تفسيره للتوانسة علاش تأخرت كل المنجزات الاقتصادية. في العموم أنا لاحظت أنه خطاب قيس سعيد لم يتغير تجاه الداخل ولم يتغير تجاه الخارج. تجاه الداخل حافظ قيس سعيد على نفس الرؤية، وهي رؤية أنه هناك الكثيرين من يريدون تعطيل الدولة ويريدون تعطيله بهدف إزاحتهم الحكم، واعتبرهم وصنفهم في خانة المتآمرين، وهذا تكرر اليوم. تجاه الخارج اليوم قيس سعيد لاحظنا في خطابه حديث عن تصنيفات لا يؤمن بها ويقدح في مصداقيتها، واليوم أشار إلى أنه الحديث عن نسبة نمو هو في كلامه هذا حكاية تقريبا على البنك العالمي في التوقعات الأخيرة، وكأنه حافظ بدوره على نفس الخطاب تجاه الخارج ويعتبرهم غير مؤتمنين على الاقتصاد التونسي ولا يمكنهم تصنيف الاقتصاد التونسي. أعتقد كذلك أنه في حديثه على الجوانب الاقتصادية ثم نقطة مهمة هي الحديث عن الاقتصاد الريعي، ربما وحسب ما فهمت أنه قيس سعيد تفطن إلى أنه لم يحارب فعلا الاقتصاد الريعي، وإنما تمسك أو سجن بعض ممن يتهمون بممارسة اقتصاد الريع. هذاك علاش هو في خطابه حكى عن ثورة تشريعية، والثورة التشريعية دي اللي يحكي عليها تؤشر إلى أنه المرحلة القادمة باش تكون فيها فترة متاع تغيير الكثير من التشريعات والقوانين. أظن أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد والحكومة ستنكب خلال الفترة هذه على محاولة لصياغة الكثير من المشاريع، القوانين والمبادرات التشريعية.
ثم موقف زاد حافظ عليه قيس سعيد اللي هو مسألة التجريم التطبيع ومسألة الحديث عن الخيانة العظمى. اليوم منذ 2017 تقريبا لم يتكرر الخطاب بنفس الحدة. صحيح موقف تونس ثابت يعني في اتجاه تجريم التطبيع، لكن اليوم قيس سعيد أشار إلى أن هناك إمكانية خلال الفترة القادمة لتعديل المجلة الجزائية والفصل 62 في اتجاه المجلة الجزائية لاعتبار أنه التطبيع وتعامل مع الكيان الصهيوني هو خيانة عظمى. فهمت من كلامه، وأنا يمكن خلال الفترة القادمة مش يتم تجريم التطبيع إما بتعديل المجلة الجزائية، لأنه ذي قال لس معناها قال أعتبر وأكد على أنه سيتم تجريم في كلمته، وكان هناك خطوة جديدة، وكانه قيس سعيد زاد فيه كلامه رد على من اتهموه أنه رفع ذلك الشعار سياسيا فقط ولم يمضي فيه فيه رد داخلي وخارجي خاصة في ليل هذه المرحلة الجديدة. أما في خصوص حديثه عن ثورة ثقافية، أنا فهمت من خطابه أنه هناك محاولة لتمرير رسائل إلى أنه تكون تهدئة مجتمعية، لأنه وقت اللي حكى على ثورة ثقافية حكى على التعاون داخل المجتمع، لكن صحيح حكى على تصور جديد. اليوم آليات التصور الجديد للثورة الثقافية هي التي ستحدد الأهداف وستحدد السياسات العامة، لأنه الثورة الثقافية لا تعني بالثقافة فقط، لا تعني الثقافة والمستوى وشأن الثقافة فقط، بل تعني يعني المجتمع. واضح جدا أنه هناك محاولة لتمرير رسائل للتهدئة المجتمعية، لأنه يعرف أنه المناخ المجتمعي محتقن جدا، خاصة هذايا اتضح في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم شوفوا في تبادل التهم. أما زاد في نفس الخطاب لاحظت أنه تقريب هناك تأكيد على أنه سيتم الإبقاء على المرسوم 54 خلال الفترة القادمة، لأنه وقت القيس سعيد وقت اللي حكى على الحرية في المجال السياسي قال راو مش ممكن اليوم نسبحه بالشتم وبالثلب، هذايا موجودة راو تشريعات قديمة، لكن أكد على أنه الحرية لابد أن تكون فيها ضابط قانوني، وكأني أنا فهمت من كلامه سيتم المحافظة على المرسوم 54 خلال العهدة الثانية، وربما يتم تعديله في بعض المسائل، لكن أظنه سيبقى التشريع الأبرز المحدد لضوابط الحرية السياسية حسب مفهوم قيس سعيد. تطهير المؤسسات هي نقطة زادة من النقاط المهمة اللي يحكى عليها، أظن أنه ربما توصلت الدولة وحسب بعض المعطيات إلى نتائج كبيرة في التحقيقات المتعلقة بالشهائد المزورة. أعتقد أنه خلال الفترة القادمة مش تصدر الكثير من القرارات المتعلقة بما أسماه تطهير المؤسسة، لكن لابد أن يكون تطهير المؤسسة مبني على نتائج واقعية وليس ربما عن تعيينات مبنية على الولاءات. نسمع رأيك حسين العيدي دونك رئيس الجمهورية اللي حكي على جملة من الأولويات كما كنا نحكيه، مسألة الثورة التشريعية، الثورة الثقافية، مسألة المعطلين عن العمل والفقر، حكي أيضا على اقتصاد الريع، حكي أيضا على المنوال التنمية وغيره من المسائل الاقتصادية والاجتماعية. في انتظار كيفاش باش تتجسد كل هذه الأولويات ربما على أرض الواقع في إطار إجراءات. شفنا مسألة الثورة التشريعية اللي باش نسألك عليها حسين العيدي اللي حكي عليها رئيس الجمهورية في أغلب كل لقاءاته مع رئيس الحكومة. اليوم الحديث عن مسألة الثورة التشريعية تكون من داخل مجلس نواب الشعب في موجهة لمجلس نواب الشعب وأيضا المجلس الوطني لجهة الأقاليم وكذلك أعضاء الحكومة. ربما اليوم مجلس نواب الشعب بالنسبة لرئيس الجمهورية معاني بمسألة الثورة التشريعية اليوم بما أنه الخطاب جاي من وسط البرلمان. حسين، الثورة التشريعية لا يمكن أن تخاذ إلا ب الغرف التشريعية، والغرف التشريعية والبرلمان اللي هنا عندنا مجلس نواب الشعب مجلس الأقاليم والجهات، فهي ثورة تشريعية باش تكون بهم. لكن ما المقصود بالثورة التشريعية؟ هذا المهم. لهنا راهو مرة أخرى الرئيس الجمهورية لا يتحدث في جمل معزولة عن بعضها البعض ولا في فقرات بعيدة على بعضها. ذهنية الرئيس عقله السياسي يعبر عن نفسه بتلك الجمل، طريقة الإلقاء مختلفة مع تعدنا كونه خطاب منظم، لكن وقت كل رئيس وين يخطب هذا نوع من العادة اللي فيه لأنه حافظ عليها فما تدخل، فما أسلوب عرفت يستخدمه الرئيس بلاغي جديد عرفت بتاعه يعبر به على ذهنية وعقل كامل. عقل الرئيس قلنا كونه يحكي على سردية جديدة للبلاد مش فقط 25 جويلية حتى الاستقلال والحديث على الفساد والحديث على أنه عرفت البلاد تم غيرها،
الحديث على الثورة وكيفاش تم استلابها وجعلها ثورة، عرفت الثورة مضادة ومقوى الردة والحديث هذاك الكل حتى 2019 حينما انطلقت الثورة الثقافية اللي سماها وتم وأدها من قبل كيف ثم لحظة 25 جويلية فلحظة 6 أكتوبر. هذه الكل جمعها الرئيس ليقول أنه البلاد بعد الاستقلال صار انحراف ثم صارت ثورة فعادت إلى الثورة واستكمل الاستقلال. علاش يقول هذا؟ باش يوضح لاتي هو سياسات الدولة ضد من ستكون، أن تتحرر من من العملاء والخونة والأفاعي و و و و أسلوب الرئيس تخلى منذ سنتين تقريبا على شتم خصومه بكونهم أفاعي ودواب وزواحف وانتقل لعبارات الخونة والعملاء اكتفينا غادي، لكن اليوم ارتفعت الحدة، عدنا إلى لحظة 25 جويلية الأساسية، اعتبار الخصوم أفاعي تسمع فحيحة وزواحف سامة. هذا مصطلحات تكشف أنه الرئيس بيمشي في القوي فين؟ في تطهير الإدارة من؟ من الأفاعي، من الخونة، من 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 أجل ماذا؟ من أجل أن يتم منح الشعب قدرته على صياغة منوال التنموي، مش فقط الشركات الأهلية، كل الحلول الممكنة اللي نجم يستنبطها الشعب من أجل خلق الثروة. لهنا نرأوا أن الرئيس يطرح في تصور اقتصادي جديد غير معروف، لأنه التصورات الاقتصادية التصور الاقتصادي يقول لك عندك مشروع قانون مالية لسنة 2025 واللي من خلاله باش تفهم تقريبا الخيارات الكبرى والتصور الاقتصادي الناس باش تفهموا كان في إطار المشروع القانون هذا حسين. ايوه كي تشوف القانون الاقتصادي هناك نحكيه على وثيقة رسمية للدولة وهي قانون مالية 25، مشروع قانون مالية 25، ونسمع كلام رئيس الجمهورية الرجل الأول في الدولة حول ثورة تشريعية تمنح المعطلين والشباب فرصة الحدث وخلق الثروة بالشركات الأهلية وبكل الحلول الممكن استنباط لخلق منوال تنموي جديد، منوال تنموي سيخلق الشعب. لازمنا نستوعب العقل السياسي والاقتصادي اللي وراء هذه الكلمات. الحديث هذا ما معناه؟ وقالوا الرئيس كونه لن استهدف رجال الاعمال فقط، عليهم يكونوا لا يبتزوا لا يبتزوا ويتحللهم صلح جزائي ونرجع كما كنا، ولكن ما يقوله الرئيس انه نموذجنا الاقتصادي مش نعاولوا على الذات والتفاصيل هذيك عبر بحث عن حلول جديد. هذه الحلول الجديده قلت لك هي نموذج اقتصادي او تصور اقتصادي غير معروف في العالم، لانه النماذج الاقتصاديه معروفه تتعدى على السواق، تحب النيوليبراليه تحب الليبراليه الاشتراكيه شويه تسمي اللي تحب، فيها علاقات واضحه، علاقات بوسائل الانتاج وملكيتها وعلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين. كيفاش نحن اليوم ازاء تصور جديد لم يحدد ملامحه، هو فقط الشعب اللي يحب يعمل يحب عليه، الشعب يريد له ما يريد فقط. حسن سامحني باش نخليك بعد شويه توصل الفكره نتاعك، ولكن في النقطه هذه يقول لك انه صار تركيز كبير على مساله الدور الاجتماعي للدوله، هو كان العنوان الاقتصادي الكبير اللي حامله رئيس الجمهوريه منذ فتره، وشفنا حتى عدد كبير من الاجراءات المضمنه في مشروع قانون الماليه لسنه 2025 اللي تم عدد كبير من الفئات الاجتماعيه في اطار تعزيز الدور الاجتماعي للدوله. باش نرجعوا حتى في حصص قادمه نحكيوا على مشروع قانون الماليه لسنه 2025، ولكن نقعدوا اليوم في كلمه رئيس الجمهوريه ونمشيوا مباشره للبرلمان. حاضر معنا الزميل سعيد الزويري. سعيد اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا ابتسام، تحيه لك وكل الساده المشاهدين والمتابعين. مرحبا بك سعيد الزويري، دونك كنت موجود في مجلس نواب الشعب خلينا نقولوا من الصباح في مواكبه للجلسه العامه الممتازه اليوم اللي ادى من خلالها رئيس الجمهوريه اليمين الدستوريه، ثم توجه بكلمه للنواب لاعضاء الحكومه وللشعب التونسي. كيفاش كانت الكواليس في مجلس نواب الشعب، التحذيرات وما ابرز التفاصيل في اروقه البرلمان؟ سعيد تفضل. بالفعل ابتسام، اليوم كانت جلسة أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد بناء على الفصل 92 من دستور 22 وأيضا 87 من النظام الداخلي، يعني في على مستوى الجلسة وجلسة أداء اليمين هذا اليوم وعلى مستوى الحضور هي جلسة مختلفة تماما عن كل الجلسات السابقة ب 19 و2000 و14 و2000، يعني كلها كانت مختلفة تماما على مستوى الحضور، على مستوى الضيوف أو من تم استدعائهم، على مستوى أيضا الكلمة كانت مختصرة على رئيس البرلمان ثم رئيس الجمهورية. مثلا في مستوى الحضور لم يقع استدعاء يعني أو حضر فقط يعني أعضاء الحكومة، رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة ويعني أعضاء مجلس نواب الشعب وأيضا مجلس الجهات والأقاليم وفقط ثلاثة أو الممثلين للديانات الثلاث في تونس فقط، ولم يحضر أي شخصية أخرى، يعني لا نقابات
ولا منظمات وطنية ولا أي يعني سفراء أو غيرها اللي كنا ربما في مثل هذه أو في الجلسات السابقة كانوا حاضرين، لا رؤساء سابقين ولا رؤساء البرلمان السابقين وغيره، حتى حد من الشخصيات الوطنية أيضا ما تم استدعاؤه، فقط هي جلسة بروتوكولية حضر فيها أعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس نواب الجهات والأقاليم ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة والممثلين على الديانات الثلاث فقط، هذه على مستوى الشكل وحتى الحضور في مستوى الصحفيين فقط. فعلا معك في النقطة هذه، سمحني زميلنا سعيد الزويري، نعرف أنه ربما التحذير والإعداد لمثل هذه الجلسات كان بالشراكة مع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وصفنا حتى أنه صار اختيار وفد مجلس نواب الشعب للتنسيق مع الغرفة الثانية، أنه تحذيرها بروتوكولين يكون من مهام الغرفتين التشريعيتين، ربما في عدم حضور عدد من الشخصيات الوطنية اليوم أو عدد من المنظمات وإلا غيره في الجلسة العامة هذه. لا هو حسب ما فهمنا يعني من يعني لهنا انه فقط بروتوكوليا يعني الجلسه تنظف في مجلس نواب الشعب، اما فيما يخص كل ما يخص هذه الجلسه من التامين الامني والحضور كان من قصر قرطاج، وبالتالي فانه فقط اقتصر دور البرلمان او مجلس نواب الشعب فقط في عمليه التنظيميه، او هو المكان الذي نظمت فيه هذه الجلسه، اما البقيه فهي تهم فقط رئاسه الجمهوريه من استدعاءات ويعني الوقوف على كل التفاصيل الكبيره والصغيره كانت على مستوى رئاسه الجمهوريه ولم تكن على مستوى رئاسه البرلمان او مجلس نواب يعني الجهات والاقاليم او غيرها، وبالتالي ذاك لاش تم الاختيار ربما على عدم يعني استدعاء ضيوف كما جرت العاده، يعني حتى يعني الجلسه لم تفتتح كما جرت العاده بايات بيانات من ذكر الله الحكيم، يعني افتتحت مباشره بكلمه لرئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، يعني كلمه مقتضبه احكى فيها شويه على الظروف التي سبقت هذه الانتخابات، ثم انتخاب رئيس الجمهوريه قيس سعيد، واعطى الكلمه لرئيس الجمهوريه الذي توجه بخطاب الى النواب، هو بالمناسبه اول خطاب يوجه الى مجلس نواب الشعب في يعني هذا المجلس اقصد، او لمجلس الجهات والاقاليم منذ انتخابه في 2022 بالنسبه لمجلس نواب الشعب، و2023 بالنسبه لمجلس الجهات والاقاليم، هذه اول مره يخاطب فيها رئيس الجمهوريه اعضاء الغرفتين من البرلمان، ويعني هذه اول كلمه بالنسبه لهم، وهذا يعني اعتبر انه هذه المره الوحيده اللي جاء فيها رئيس البرلمان او رئيس الجمهوريه الى البرلمان لمخاطبه اعضاء الغرفتين. واضح، شكرا لك زميلنا سعيد اللزويري، كنت حاضر معنا مباشرة من مجلس نواب الشعب الذكر في مواكبة للجلسة العامة اللي أدى خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم اليمين الدستورية، وتبعنا الكلمة اللي كانت توجه بها للحضور وأيضا للشعب التونسي. قصيت عليك حسين العيادي، نخليك طبعا تواصل فكرتك، وأيضا فيما يتعلق ربما كما قال سعيد لو كان صارت المقارنة بين كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد أثناء أداء اليمين